فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز للأب أن يعطي وأن يهب أحد أبنائه شيئا من أمواله بسبب مساعدة الابن له في أعماله التجارية دون بقية أبنائه؟ لا، ما يجوز له هذا، لكن يفرض له راتب، ما يخالف، يفرض له راتب على عمله مثل غيره من العمال، ما يخالف، أخذه بأنه راتب على عمله. أما يقول أبعطيه لأنه هو يساعدا وهو اللي بار بي، لا، هذا ما يجوز. تقول الله: واعدلوا بين أولادكم. نعم، لكن لو عطاه راتب ما يخالف، يعتبر مثل العمال اللي غيره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.